والحمد لله راه بعد مده طويله ما شفناش بحال هذا الشيء، وهذه الحمد لله. والمنطقه راه محتاجه بحال هذه التساقطات هذه، لحقاش هي منطقه فلاحيه اللي هي سوس، وان شاء الله بغينا تزيد شويه شويه ان شاء الله، باش ان شاء الله تحرك العجله الاقتصاديه وتحرك الفلاحه ان شاء الله ديال المنطقه. وهذا الشيء اللي كاين، كاين هذه القضيه هذه بصح، لحقاش دابا كندوزو واحد السنوات ديال الجفاف، ونتمنى ان شاء الله ربي يزيد يزيدنا شويه الشتاء، والناس حتى هما يكونوا واعيين شويه باش يقتصدوا على المياه بالنسبه للمحلات ديال غسل السيارات، والناس اللي عندهم لا بيسين، وهذه بنادم يدير بوجه هذه المرحله كندوزو بها ان شاء الله. اليوم الحمد لله طاحت الشتيوه مزيونه، والحمد لله كنشكر الله على هذه النعمه هذه، بعد ما كنا صراحه كان عندنا مشكل كبير في الخصائص ديال الماء، وبالنسبه للسدود اللي كانوا خاويين، وخاصه ان بعد المدن كان كتقطع فيهم كاع الماء، وصراحه كان عندنا مشكل كبير. ودابا الحمد لله كنتمنى من الله انه يرحمنا، والله يعطينا قد نفع ان شاء الله يا ربي، وكنتمنى من الناس انهم يقتصدوا على الماء، حيت صراحه هادشي اللي عشناه قبل كان صعيب صراحه، ولكن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى ما خيبناش ورحمنا الحمد لله بهذه الرحمه هذه، وشكرا. الحمد لله مدينه اكادير حاليا كاينين تساقطات مهمه تبارك الله، وحنا فرحانين بهذا الشتاء اللي طاحت المده هذه، وحنا كنتظروا هاد الامطار الخير باش تطيح، ولله الحمد الحمد لله طاحت اليوم الشاني تبارك الله ما شاء الله، اللهم صيبا طيبا نافعا، الحمد لله الحمد لله كثيرا.